السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوت جديد سأقدمه لكم في دقيقتين فقط ليكون الفيديو غير بطيء. هذا البوت اسمه بوت الرأس، هو حقيقة بوت ليس مثل البوتات الأخرى، وتقريبا يشبه بوت الدوغ في عمله، حيث أنك تدخل يوميا يمنحك 200 عملة يوميا، يقوم بمنحك 200 عملة، وفي بعض الأحيان أو في بعض الأيام ستجد بعض المهام التي يمكنك عملها. هذه المهام التي قمت بها أنا وانتهيت منها، كالذهاب إلى الدكتور دروبفو، وكذلك إيجي تابر، وبوكيمون بال، وتون أوبن ليج، وتشيك أوت أور إكس، وسيكس برايب في الرأس. كل هذه المهام عندما تقوم بها سوف تحصل على عمولتك، يعني أن الأمور لا تتطلب الكثير. وإذا أردت البدء والعمل في هذا البوت، ما عليك إلا الدخول إلى صندوق الوصف في الفيديو، ستجد رابط البوت فابدأ العمل عليه، وكذلك ستجده في أول تعليق في الفيديو. كذلك يمكنك البدء في العمل في هذا البوت الذي يتوقع أن يكون يشابه كثيرا الدوغز، وهذا بسبب المهام القليلة التي يمنحها لك، وكذلك النقاط الضئيلة التي يمنحها لك في كل مهمة، ما يعني أن البوت صادق جدا. هذا ما أردت أن أتقاسمه معكم في هذا الفيديو عن أهم البوتات، واليوم أتيتكم ببوت الرأس، فما عليكم إلا الذهاب إلى صندوق الوصف تجدون رابط البوت، ادخل وابدأ بالعمل، وإن شاء الله تتحصل على عمولات ونقاط أكثر. إلى اللقاء.